نرجعوا قبل قربنا غادي لافا، ولكن لابد القوز ديال كره القدم القبله. شفنا مدينه سانت اتيان الجمهور وعشنا فرح ودزنا النيس، ودابا يا ودابا باريس. باريس الكلمه لك بن ابراهيم. سي نور الدين، راه كره القدم راه كتعرف هي الرياضه الام، وهي الرياضه اللي كتصرف عليها الملايير في الملايير بدون حاسيب ولا راقيب. ولكن ملي كتشوف مثلا المنتخب ديال كره القدم هذا اللي كاين دابا، الله فيه موهوب ديال الرجاء، ويمكن ما قالو كان شي عنصر اخر، يعني كل شيء جايين من اوروبا ومن الكره المحترفه. دونك هنايا الكره المغرب اشنو عطاتنا؟ راه ما راه حشومه ملي كنسمعوا في اطار كره القدم. المنتخب ديال الكادي 90% جايين من فرنسا ولا من الطاليان ولا من الاسبانيول، ديال اوديسا زعما كيسمي اوديسا اوديزناف، كتلقى ديما عنصر ولا جوج ولا ثلاثه ماكسيموم من الكره من الرياضه من كره القدم الوطنيه. وكل شيء من هذا من توتنهام، هذا من سيفي، هذا من برشلونه. هذا المشكل وقع. بون انت كبحالي انت، احنا كل شيء لا نوستالجي 1986 يعني كانت ليكيب ناسيونال كلها من بليز او موا من المغرب. كريمو الحداوي لا كان جوج ثلاثه اللي كيجيو من 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 زكي بويحياوي فهمتي. ولكن غير هي بون مغاربه مغاربه يعني سون دي ماروكان، يمكن فاتونا في لا فورماسيون ولا جاكس امستردام ولا جو سي با باريس سان جيرمان، يعني فاتونا. دونك خصنا حنا نتحركوا باش نشدوا شويه باريس سان جيرمان، نشدوا شويه لاجاكس، واش نقدروا نشدوهم ولا ما نشدوهمش؟ غير في التكوين، هو كل شيء التكوين ديال المدربين. ما يمكنش شكون غادي يعطيك هذا العداء هذا ولا هذا الملاكم ولا هذا اللاعب ولا هو لونترينور. دونك هذاك لونترينور كما قال سي معزاوي خصنا ناخذوا لي زونسيان ولاد الحرفه اللي عندهم الرياضه في الدم وكنعاونوا شويه. ما تمشي كان دابا كان انا هاد السنه هاد الثلاث شهور الاخرى درت واحد التكوين في مركز ديال بورغون ديال المدربين المبتدئين، وكنبسط معاهم اللغه ونشرح لهم بالدارجه ونقدر نكتب لهم كاع بالفرنسيه ونترجم بالعربيه. المهم خصك توصل ليه المضمون ديال هذاك ديال مثلا هذيك الفكره كيفاش خصو يخدم مع المبتدئين، اشنو خصو يدير مثلا في الجانب البدني، اش خصو يدير هنا، شويه ديال الوقت. ولكن راه كل شيء على المدرب، ولكن المدرب خص الجامعه تعاونك. ما يمشي نكذبش دابا كاينين دابا كاينين الله يسمح لهم كاين مدراء تقنيين اللي كيحاربونا بحالنا حنايا. نقدر نقول لك عبد ربي حرمه الله وكاين اسماء اخرى كتحارب، ماشي في صالح هذوك المدراء التقنيين باش حنا ندخلوا نخدموا في الرياضه. بقاو في كره القدم. انا قلتي على السي بن ابراهيم تيقول لك اودي راه كل شيء جا من برا، ولكن واحد القضيه تنحملوا مسؤوليه من الانديه. واحد القضيه دابا حنا المغرب هو تيقول لك دابا عندنا بطوله برو، اول ما بقاش نقولوا بطوله برو. مهزله هذه والله الا مهزله. برو ما بقاتش. مهزله. علاش؟ لان واحد القضيه حنا ماشي ما يمكنش دابا نقول لك دابا راه ما يمكنش انت فاقد الشيء لا يعطيه. لا علاش؟ لسبب بسيط. دابا راه باقي نعقل القجع دار واحد الاجتماع مع رؤساء الانديه على القضيه ديال العمل. انا باقي نعقل هاد تقريبا واحد 4 شهور ولا 5 شهور هادي تقريبا جمع الانديه على قبل هاد القضيه ديال تيجيو لي جول كل من برا. هنا وشكون اللي غيعطي؟ راه القضيه المغرب راه كان تينتج، راه بزاف الدراري مشاو من هنا واحترفوا بلا ما نعطيك السميات واحترفوا ونجحوا. وفين تكونوا في الانديه ديالنا؟ غير واحد القضيه خص دابا تكون سياسه جديده ديال التصور ديال الجامعه، وراه يمكن ما عرفوش غادي فيه ولا لا، انا ما تبعش مزيان. خص اولا يفورمولي كادر وواحد القضيه ونديروا احتراف مغربي. راه ما يمكنش فرقه تمشي ب 12 13 مليار وعايشه الازمه وفرقي ما عندهم حتى جوج المليار. راه خص اولا الاحتراف شنو هو؟ تقريبا تتكون ليغاليتي بزاف ديال الحوايج او لا قريبا ليغاليتي. تقرا مثلا نعطيك ليكزومبل قطر ديال كره القدم راه ثلاثه اربعه الفرق كاين في المغرب. هذوك على الاقل الاخرين ما يكونوش بعاد، يكونوا قراب لهم شويه قراب لهم في لي مويان. وخصنا نحدوا المفاهيم عاوتاني. راه ما يمكنش انت عندك 20 30 مليار وواحد ما عنده خمسه المليار ما عنده حتى 3 المليار
ويلا مضرب واش يبقى ولا ما يبقاش فين الاحتراف. ما بقى الاحتراف لا والو. الاحتراف واخا كنا كندول ديالنا خصنا نديرو على الاقل المغرب الاحتراف واخا نديروها في 5-6 الفراقي راه كنديرها مصر وكندير بزاف ديال الدول ديال لينا. واللي وصل لا تونيزي واحد الوقيته لا تونيزي كانوا 8 ويوصلوا لينا واحد القضيه انت ما عندكش خصك تفورمي لي كادر وواحد ولي مويه ما عندكش تلحق الدور باغي تدي باغي دير بطولة افريقيا او باغي دير كوب دي ترون ما يمكنش حيت غدي هذا العام العام الجاي تحصل خصك لي مويه. انا تعرف دابا انا تنقول لك انا مفرقي انا انا رجاوي تعرف المشاكل اللي تتخبط فيها الرجاء هو القضيه لي مويه. دونك فين الاحتراف؟ راه ما عندنا احتراف. هادي قلت لك شو هذا ما عندك مشاكل. الا عندك المشاكل راه ما يمكنش تكون انت دي جور دي فيتور جور. علاش؟ لان تتفكر تاع تفكر على المشاكل وتتفكر ديما في البطوله وفي شوبر دافريك. ما خص تكون عندنا السياسه ديال الفورماسيون. اش خص عندنا كلنا الفرقي كلهم على الاقل نفرضوا عليهم يجوا ولكن يجيبوا لي ميور كادر لي جون هذاك لي مينيوم كادر جينيور ولا هذاك اي 13 اللي 14 دوك اللي مسمينهم هما هادو خص نجيب لهم ناس واحد المستوى عالي اللي فورميهم هما اللي غيكونوا النواه ديال الفراقي باش حتى الفراقي ما يبقاوش عندهم خساره كبيره يشري لي جوار داكشي عنده تقريبا واحد الفائض ديال لي جوار يقدروا يبيع لي جوار عا باش يمكننا نوصلوا داك القضيه نوصلوا البرتغال ونوصلوا لاسبان ونوصلوا لفرنسا. معزاوي غير بالنسبه ل بن ابراهيم غير بالنسبه لي كادر الفوتبول حتى هو كما الى غوا يعني يعني كاين دي زونترينور بزاف اللي مزيانين زعما كاينات لا ديريكسيون تكنيك حاليا الجامعه فتحي جمال رشيد توصي بزاف الزاكي داكشي. اذا عندنا واحد عندنا باجاج الحمد لله اللي نشكروا يعني دي جون دو غروند اكسبيريونس يعني فرحانين بهم وغاليين لو برودوي ماروك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.